صباح النور عليكم، مساء الخير، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله الرحمن الرحيم. اليوم كاين الجزوي، وانت كل جزويه تكون عندنا حتى الخاطر باش نهضروا وباش نديروا الحاجه على حقها وطريقه. فنتمنى انتم يكون عندكم جزوي اول. نتمنى رمضان يدخل علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين بصحه جيده ويعفو على اي مسلم مريض ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونقول لخوتنا المصريين اللي داخلين عندنا بزاف، عراقيين، فلسطين، مرحبا بكم، شرفتونا في القناه ديالنا، في القناه تاع المغربيات، شكرا لكم بزاف. اليوم غادي نوجد واحد لازانيا لكل كيعرفها، غنوريها لكم على الطريقه ديالها، وهي راه الطريقه العاديه، غير نوريكم انا كي كندير ليها. يلا نشوفوها جميع. غنديروا الكفته، انا غندير اللازانيا تندير فيها الكفته تنديرها بزاف، هنا تقريبا كيلو، وهادشي تيرجع لكم نتوما شحال غديروا، واش رابعة اللي قديتو عليه. هنايا غندير القزبور والمعدنوس اللي عطاتو ليا واحد الاخت الصديقة ديالي، هي نوريا الدودي، اللي كندير لك واحد بوسة حارة، شكرا لك اختي نوريا. هنايا درت جوج بصلات، مرة كنطحن البصلة مع مطيشة، ومع مرات الا كنت غندير هاد لاصوص عندي زوينه تنقطعها بحال هكا مشوضه مزيان. مطيشه غندير هادي، وركت عليها الطخوات، سمحوا لي. باش ما تعمر لينا الدنيا، تحيدتها هنايا باش تكون موجوده هادي بحال هكذا. عند هنايا عندنا هنايا تتكون تتجي بحال الطوماط مركزة، هي زوينه ماشي كاع الطوماط مركزة ولكن تتكون زوينه. المهم قلت لكم هنايا عندي، هنايا عندي تقريبا متر تاع مطيشه، كي تنقولوا هنا مكتوبه 6 كيلو 500 غرام، وهنا 500 غرام. غنوريكم هنا اللازانيا اللي كندير انا، وهذه راه مخيره تاع الايطالي. هنا غندير واحد المعلقه كبيره ديال التحميره، الفلفل الاحمر، انا معلقه صغيره تاع الملحه، الملحه على حسب الذوق، باش ما كانت قليله احسن. معلقه صغيره عامره تاع سكنجبير، نص معلقه تاع البزار الكحل، ونص معلقه ديال القزبور يابس. هادي فانيلا، السميه ديالها فانيلا، المهم اي واحد يدير اللي عنده وعلاش قل. هادي زوينه، هاد لازان ديال الايطالي زوينه وكطيب دغيا. انا غنوريكم غنحضروها دابا. وهنايا عندي زيت الزيتون، بزاف تنخدم زيت العود، زيت الزيتون حنا تنقولوا ليه زيت العود اللي ما كيعرفش. المهم انا غندير شويه تاع الزيت، الزيت هو على حسب المذاق، ولكن الزيت بحال هكا انا باش ما درت هاد الكاس هذا فيه 5 د المعالق حتى 6 د المعالق تاع معالق كبار تاع الزيت، 4 5. غندير هادو هكا، نلوح هنايا البصله اللي عندي، مقدار البصله اللي عندي. الا كنت غادي نطحن البصله، الا كنت غنطحن البصله نيت هي هادي، غنديرها مع مطيشه طريه، ولا كانت مطيشه تاع الحب ولا تاع البواطه بحال هكا تنشلض البصله. ندير واحد شويه هكا في هذا الزيت، طلع طريه حتى من بعد. هنا ما قلتهاش لكم، هذه اللي غنديرها غنقولها لكم، هذه وقت موسى اللي عندي دائما. هنا درت 5 د الوراق، راه يطيبوا مع الكفته ملي تكون لاصوص تاع مطيشه كنحيدهم، ديك الساعه من بعد كنحيدهم. ندي هنايا مزيان هاد البصله، شاري شويه ما نخليهاش كاع حيت غتكون مطيشه غطيب فيها، غيطيب الكفته حتى هي، خليها غير تطلق واحد شويه ماشي كاع تبهات ما تبقاش كاع باينه لينا. هنا
زيت الزيتون كتشم، يا سلام والله زيت الروب زوينه، انها صحيه وماكله كتجي بنينه. المهم هادشي البصله، سمحوا لي البصله هي شويه غير مشات في الزيت، ونتلف عليها هاد الكفته اللي عندي. هاد لازانيا كانت غير الكفته، كنتمنى خوتنا المصريين ولا التونسيين راه يفهموا الجزائريين، ولكن خوتنا المصريين الا كنتو اللي داخلين معنا في القناه تاع المغربيه كلشي، حاجه اللي ما فهمتوهاش قولوها لينا في التعليق، حيت كاينين شي كوايش انا مثلا حنايا اللي كبرنا معاكم بالافلام والمسلسلات كنشوفوا غير المسلسلات في المغرب، المسلسلات بزاف المصريه، داكشي باش حنا تنتعاملوا بالهضره المصريه سهله معاكم، ولكن باش نتوما تتعاملوا معنا باللغه المغربيه، اللغه المغربيه هي اصعب لغه في العالم وبزاف الدارجه. ممكن يبان لكم كل شيء معايا، وخوتنا المصريين انا دابا عرفتهم حيت تيجيو عندنا وتدخلوا عندنا في القنوات ديالنا، راه هما اوفياء اوفياء بزاف بزاف بزاف، دايما معنا في القنوات وكيشجعونا، وداكشي باش حتى حنا معاهم، الله يجي بنا في الصواب مع كل واحد. هنايا الكفته ما خصهاش كاع تطيب واحده تدخل الفران، غادي غير تخلط بحال هكا، نتلف كلشي على الفران. صافي دوت من فوق بحال هكا، كون مكانش غندير هاد مطيشة هكدا ضروري تنزيد الطماطم المركزة، تنزيد معلقة كبيرة على مطيشة عادية لي غنكون طبخنا. انا في لازان ما كنديرش الثومه، الثومه راه شفتوني ما درتهاش، ما كنديرهاش فيها، نقدر نزيد عليها واحد الحاربي شويه واحد لاصوص، صافي غير دير بحال هكذا ونطوي عليها الفطور، غير نهبط هاد الفطور ونقصو. شوية تاع لاصوص، دابا حيت ما نتعطلوش ما كنتعطلش فيها أنا، شوية تجي خاطر ما تجيش بحال بعد المرات شي مطيشة تجيكم جارية، وتنزيد الثانية. أنا 500 غرام 500 غرام 500 500 غرام هي نص كيلو كي طنبولو،
القزبر كنقطعو بالمقص، ما كنقطعوش بالقطاعه. علاش نديرو لاصوص هاد المطيشه كثيره؟ علاش؟ باش طيب لينا هادوك لي بوط. دابا نزهد عليها واحد شويه، ندير هاد الوريقات، نلوح الوريقات هادو، هادو تينصو تيجيو بنان هاد الوقت موسى. صافي نبقى مستمرة هكا حتى طيب، وغادي نقطع القزبور فيها ونوريكم الطريقة باش غادي نقاد لازانيا. أنا غندير دابا لاصوص بيشاميل، لاصوص أنا تحبها باقا عندي ولكن خصني قادة معلقة كبيرة تاع الزبدة، داكشي اللي غادي نوريها لكم. معلقة كبيرة تاع الزبدة أو جوج معالق تاع الدقيق كبار، جوج معالق تاع الدقيق كبار يكونوا هاكا ميكونوش عامرين بزاف. ندير الزبدة هنايا تدوب، غادي نزيد عليها شويه تاع ملي تذوب الزبده نديرو الدقيق، ما نديروش الحليب، الدقيق ونضربوه بالطراب. وغادي ندير فيها الكوزه، غندير الكوزه والملحه، غندير الكوزه والملحه، الملحه المهم نخليها هنا، الكوزه هي هادي تنجبدها ب كتشوفوها دايما عندي هادي فيها هذيك الحكاكه ديالها الصغيره. ها ندير لهم غير هكذا هنايا، هادي نشعلها غندير هاد الملكة الزبدة تدوب، غادي نزيد عليها الدقيق ونضرب مزيان. دابا راه غيدوب دغيا الزبدة، غدوب دغيا حيت راه كنت معولة عندي زعما مشعلها مكيناش، غادي نديرها مهم باش ما نطولش عليكم لا فيديو. غادي نضيف الدقيق اللي قلت لكم جوج معالق، ونضيف الملحه على حسب الذوق، والبوزه اللي غادي نحك، وهنايا كاينين 10 معالق كبار تاع الحليب، ونرجع لعندكم. رجعت نوريكم هادي، انا كندير الزبده كي قلت لكم والدقيق. علاش؟ حيت الزبده كتدخل مزيان في داك الدقيق اللي درنا، الوغ ملي كنديروا الحليب ما تيتكبر، ما تيتكبرش كما كنعرفوا نقولوا لها، ما تيتكبدش الدقيق، ما تيكونوش فيه دوك الكويرات، دوك الكويرات ما تيكونوش في الدقيق، تيجيو ساهلين باش يذوبوا. داكشي علاش ندير ليهم هكذا، ديك الساعه ملي غندير الحليب بحال هكذا كتجي ساهله، ما تيكونوش دوك الكويرات عندي. هما باش داك الزبده غتذوب لي مع الدقيق، هي راسها تكون بحال هكا، هادشي كله كلشي كيذوب. خص يكون عندكم هاد الخوي هذا تيذوب مزيان، تيدور مزيان البيشاميل، حاولوا نقصو ما تكونش مجهده، كنتلف ليها كلها شي مهيله باش تذوب لينا ديك الزبدة. المهم نسالي انا هاد الدقيق حيت خليت هنايا واحد شوية، الا شتها مازال ما عقدتش مزيان راه صافي. انا غنقول لكم شحال دات ليا تاع الدقيق، معلقة تاع الزبدة. دابا ساليت الاصوص بيشاميل والقزبور، تنقطعو غير هكا الشيء اللي بغيت نوريكم، هاكا اللحم ما تنطيبوش انا باش يخلي ديك النسمه ديالو هاكا، علاش نقطعو باش ما باش تيبان ما تيمشيش. الا قطينا قطعنا القزبور بزاف راه حتى في الحريره ما خصكمش تقطعوها بزاف، راه كاين الاخوات راه تيديروا تاهما هاكا غير هاكا وكيتقطع مزيان، وانت ديرو في الاخر تعطينا الذوق ديال القزبور. ومن
حيت انا درت بزاف. وانا تخلط هنا كل شيء و البيشاميل لاصوص بيشاميل تجي بحال هكذا، البزار الكوزه والملح صافي، ما تنزيدوش شي حاجه اخرى. نبداو على بركه الله. المهم تندير واحد شويه د لاصوص في التحت غير شويه صافي باش لاصوص غاتهبط غاتهبط غير هنايا ندير ليها هكا صافي. هادي هاد البواطه تهرسات ليا لداخل، شو كي تهرست، ولكن غادي نديرها في التحت هنايا غنستفها بحال هكذا. مع التقدية تهرسات هنايا عندي في هاد الباتو درت فيه درت ربعة خليها متحدية. المهم درت ليه بحال هكا، غادي نزيد عليه هادشي لي درت هنا، هاد الخليط كلو لي درت هنا. اللي بغى يدير هاد البيشاميل من الفوق يديرها، انا ما كنديرهاش، تنخلي البيشاميل حتى الفوق عاد تندير البيشاميل والفرماج، والفرماج تيبقى لكم اختيار ديروا اللي عندكم، واحد ما يكلفش على راسو. نعمل بحال هكذا خص الواحد الثاني ما يشريش، بحال دابا اللي الله يكون في العون كل واحد، بحال دابا الكفته واخا تكون هذاك الذوق تاع الكفته الواحد ما يكلفش على راسو، يسهل على كل واحد. تهرسات لداخل ما عرفتش علاش، شتو كي تهرسات كلها. انا كذلك غندير الصوص ديالي، انا لاصوص بيشاميل غندير حتى التالي، غادي نكمل غير اش كندير بحال هكا ملي نجي في التالي غنوريكم. انا ساليت درت لاصوص بيشاميل في التحت في الفوق طبعاً، وغادي ندير عليها الموتزاريلا. ديروا الفرماج اللي عندكم، ما كنت تبعوا شي واحد اش ما دار، لا قديتو ديروا الموتزاريلا ديروها، ما قديتوش ديروا فرماج اخر. حيت انا مكانش عندي الموتزاريلا تندير فرماج اخر، هي كتجيب الموتزاريلا ولكن تا فرماج اخر مكاين تا مشكل. تجبني لا فرماج فيها مزيان من الفوق، هي ما ديروا فيها لا ما لا حتى حاجه، هي لاصوص كثروها تاع مطيشه هي اللي كطيبه. المهم انا راه شعلت الفران على 270، بغيتو تيسخن ليا مزيان ونديرها على 210 ونخليها نشعل من الفوق ومن التحت، وردوا البال باش ما يتحرقش لكم الفرماج، يعني ديروا داك البابي تاع الطياب وديروا ليه بابي الومنيوم. المهم ندخلها الفران ونرجعوا نرجع عندكم من بعد. واخا في السرت قلت خصني ضروري نوري هذا باش اللي ما عرفش انا، حيت باش ديروا
هذا ماشي صحي الماكلة، عليها بدور على الباتي شي اللي سميتو فاتورة، حيت هذا ما عيطوش بوحدو، ألوغ غنديرو ليه هاد الباتي ألمنيوم، نديرو هكدا، غير هذا هاد الورق ديال الطياب ما غاديش يدوز معاك بوحدو. انا دابا وريتكم كي درت ليه باش ما يتحرقش داك القرمان نهائيا، غندخل هذا هو القرمان، بسم الله انا دخلت على الفران، ولكن دائما تعودوا تردوا البال ولا باش تعرفوا واش طابط تديروا الموس باش تعرفوا راه داك لابارت ولا كنقولوا ليها ديك اللازانيا طابت وتخرجوها، ولا انا شي فتخرج نوريها لكم. بغيت نوريكم حيدت عليها داك الورق ديال الطبخ وداك البابي الومنيوم حيدتهم وخليتهم هنايا، خليت باش يتحمر ليا داك الفرماج من الفوق. بغيت نوريكم دابا ملي حيدتو بحال هكا ضروري يكون هذا الورق تاع الطبخ، لان هذا راه مضر للصحه، هذا راه خايف ديروه ديريكتومون على البلا اللي غطيبو في الفور ولا اي حاجه، ولا بغيت تجمعوا شي حاجه في هذا البابي تقولوا كيتجمع مزيان ضروري ديروا هذا قبل ضروري، حيت هذا ماشي صحي، ونصيحه من وزاره الصحه قولوا عليا. اللازانيا ديالنا وجدات، ملي تخرجوها من الفران في الفران ديروا ليها هكا، ملي تدخلوا الموس تيدخل دغيا، هادي دابا راه ما فيها لا ما لا والو، هي ما تيدارش فيها الماء بعدا اصلا، حتى في القطيع باش كان ديروا هكا تتكون ساهله. جربوا هاد اللازانيا كيف كنبقى لها انا وتردو لي سخونة كتر الله، خرجتها من الفران هادا هادي ملي طيبة مزيان يعني تهزات ليا دغيا، هي تتبغي مطيشة بزاف. ما كانش ليها مطيشة بزاف ما كانش منينا، نوري لكم كي تجي راه سخونة، هانتوما كتشوفو فيها كي سخونة، نديرو ليها الديكور. واحد شوية تاع الصداع تقولوا العين كتاكل، ولا ما متفقيش معايا نتوما، كتشوفوا هاد البخار اللي خارج والله ما قاصخونه، وكتجي زوينه قرطبة، وبهاديك خلاص اللي كنديرها انا اللي فات اللي كنديرو بيهم لازانيا تيجو زوينين. نتمنى هاد الفيديو تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا تقولوا لي كي جاتكم، ولا بشاميل اللي درتها انايا يعني ديروا بحالها وردوا عليا وراكم عزاز. وبغيت نقول في هذا الفيديو لواحد الاخت الكريمه العزيزه عليا بزاف، هي كل يوم طبخه، اللي كيتابعني يمشي عند كل يوم طبخه، راه واحد السيده يا سلام، راه عرفتني كيفاش انا معاها وعرفتها كيفاش معايا، كان بوسه من هنايا كل يوم طبخه لي كانت بوسه، وهذه الناس كلهم اللي متبعيني وتيدعموني، والى فيديو قادم ان شاء الله.